المرأة ما يقدر يشتغل شغلها راجل. ليش؟ أنا أول وحدة من جيبة كبير بالعمر ما يقدر يشتغل هذا الشغل، ومن جيبة شاب يفلت. هو شغلها المرأة هاي الطابق تنسخل زي اللي ما نخلق. ليش؟ هاي ما تشتغل زي اللي ما تشتغل. المرأة تتحمل أكثر، يعني بإمكانها تنصح أكثر. الولد بإمكانه لا يتعب أو يقدر يراوغ منها ومنها، يقدر أقول لك ساحتي أنا خلصينه بشو. كله ضغط على النسوان. الزلم ما يسكتون، مو كلها ما تسك، نونها ومنها. تعبها كلها للنساء. أمشي أشتغل بالفرن وأرجع، أرجع لملابس وأغسل الهيوم وغسل الهوم وأرد أطبخ لهم عشاء وأوكلهم وغسل لهم ردود أنيمهم. يقعدون الصبح هم نفس النتيجة، هم مات أغسل لهم يقعدون يتعلون، وهذا يسوي لهم ريوق يتريقون نقوم نشتغل. لا أقرأ ولا أكتب ولا صار بالمدرسة ولا واعي بكل شيء، ناس بالعرب على عيشتنا وركب. واحد أشتغل على عيشتي وأنا ولادي، كل من على بحقه يقول، كل من على حصته يقول. مثل هاي الكبسة أشتغلها أنا، ابني يشتغل بغير كبسة، على البيت هاي على الخبز اللي تعاون. جاي نسوي ستير على عيشتنا، جاي من ناكل جاي على موت هذين الطابقات نعيش فيه. صار لنا هواي، صار لنا تقريبا 15 سنة أكثر شوية، بعد تيجي 15 17 سنة صار نشتغل بهاي الشغلة أبد ما عايفينها. زين شلون اجيتوا من الديوانية لبغداد لوحدكم؟ اجينا بطحتنا، هاي بعد عينونا هذا الشغل واحنا دليناها واجينا، ما واحد دلانا، وحدنا دليناها واجينا على موت نعيش بيها، واحنا ما عدنا غير الله وهاي المعيشة عايشين عليه. كل احنا بنات ما عدنا يعني ولد، لا عدنا شيء ويساعدنا. أول شيء عندنا المي الوسخ، هذا اللي يجيبوه ماي الغسيل، هذا التنكر عسى يجيبوه من النهران، هذا الغسيل، والمي الآرو شرب بعض مرات والله حتى جرب. وهذا ذاك اليوم هذا وليدنا يشتغل بتاع باب الطابوق جرب. منين تجيبين المي؟ والله المي يطولنا من هذا عزلة ماي كسمه الآرو، بس التغسيل وهاي مو نظيف بالخزازين، وتلجي بيه القطول والوسخ، وحساسيه صارت بجلودنا نحكمه ما مو نظيف ترى. بس هذا جا والصماخ يعني شلون العمل هنا؟ هل هو عمل يعني متعب؟ انت مرتاحه؟ لا والله متعب، شلون ما نمرح نتعب بيه. شوفت عايزه تسال تشتغلين انت وزوجك وحماك وزوجته، زين ايش قد تاخذون؟ ناخذ 400 300، مو بشو 300 اكثر شيء 400 باليوم. 400 لا بس بسبع ايام بالاسبوع. مجتمعنا العراقي مجتمع ذكوري يرفض ان تعمل المراه بالمهن الشاقه، ولكن الحاجة والعوز غيرت الكثير من هذه المفاهيم بعد الحروب المتواصلة، ولأن عملها ما زال غير مقبول من البعض، لهذا لم أعثر في جولاتي داخل هذه المعامل على عاملات من سكنة بغداد أو ضواحيها، بل أكثرهن قادمات من المناطق الجنوبية أو الوسطى. والله عندي طفيل جبته لهنا عمره 40 يوم. نعم. صارت عنده حساسية بالغصبات. نعم. ربو قام يختنق، الله يتعالج بي 7 سنين، وبرا 7 سنين هسا عمره 8 سنوات. هسا بس السنة زين زين السنة شقلته وياي، قمنا نشتغل بالفرن بهذه، قام يشتغل ويانا. تروحين للدكتور على حسابك لو اكو مستوصف لو اكو مستشفى هنا؟ لا والله على حسابي كل شيء، يعني رجلي بطني علباي راسي دي ما اقدر امشي، عد التهابات ما اقدر امشي. تاني امي لما تيجي تقدني وتطلعني بس اقوم ادخ واقع، ما اقدر هسه امشي وما اشوف، عينها طافية ما اشوف، غشوا على عيوني. ايش قد صار لك تعانين من هاي الحاله؟ فوق 5 سنين.